مرحبا، أنا اسمي أحلام. أنا في عندي مشاكل بأنفي. كيفك يا أحلام؟ تمام. شو أخبارك؟ تمام. شو جابك عندنا اليوم؟ أنا جيت أشوف الدكاترة مشان أنفي. في انحراف وتيرة أنفي، في له من جهات معينة، يعني من اليمين من اليسار مبين زي كسر أو انحراف حاد منه، فأجيت أشوف شو نقدر نعمل. ما بقدر أتنفس طبيعي بالليل، بتنفس من أنفي. طريقة النفس كلها بحسها في عندي مشكلة فيها. بتشخوري وانتي نايمة؟ يعني أحياناً. أكلتي عليه أي خبطة أو ضربة قبل؟ أنا أتوقع أنه وراثة غالباً، لأنه هيك إحنا بالعائلة، بس أنا بحس حاد الموضوع صاير جد كتير معي. تمام. هلأ أنتي غير النفس شكله كمان مضايقة؟ شكله كتير مضايقني، لأنه بتطلع علي ستريت هيك، يعني بتشوفي أنه في هيك، مش عارف كده أوصف لك إياه، بس إنه كتير فارد أنفي، وبنفس الوقت تطلعي من اليمين بتحسي إنه الانحراف رايح كتير على اليمين، تطلعي على اليسار كل جهة اليسار رايحة هيك على اليمين، فبتلاقي إلي ثلاث أشكال لوجهي من كل جهة شكل. أنفي من الجهة هاي في إله شكل، ومن الجهة هاي في إله شكل، في انحراف واضح. الشكل الطبيعي الوحيد لأنفي هو بس من الجهة الأمامية. طيب هلا إحنا هيك بنطلع على أنفك بشكل عام، في مبين في انحراف وتيرة. على الأمام أخف إشي، بس من الجوانب اللي ببين. تمام. وفي مبين شوية طول. تمام. هلأ إحنا غير التعديل الانحراف الوتيرة عشان نحسنه، عشان الوظيفة وتقدر تتنفسي، ممكن نعدلك كمان الشكل العام لشكل الأنف. يعني ممكن هون الطول نعدله كمان على أساس نقدر نرفعه، يصفي فيه نعومة أكتر وانسياب أكتر بشكل الأنف. مظبوط. أنا حتى لما أرفع رأسي في هون الفتحات النوسترلز كتير مبين، يعني غير الشكل، مش طبيعي. هذا إن شاء الله كله بتزبط وبتعدل إن شاء الله. شو خلاك تقرر تسوي العملية؟ صراحة خلص، لأني ما بقدر أتنفس بالليل، إشي بداية كتير. فلما تعرف إنه في دكاترة شاطرين وإنه ممكن يساعدوك، بتحس إنه خلص لازم أشوف حل لهاي المشكلة. أوكي، يعني أنا بأيدك في قرارك، وإن شاء الله نفيدك في العملية. هلا بدنا نشوف أنفك حبيبتي. تمام. لفي عليه. أوكي. هلا مبين في عندها هون زي نفخة في الأنف أو بظهر الأنف، والأنف إذا بنطلع عليه شوي طويل، وكمان في مبين في عندك انحراف، فهذا كلياته إن شاء الله بالعملية بترتب. تمام. بدك عملية كاملة. راح يكون عندك شوية ورم بعد العملية، وبكون في عندك جبيرة. ماشي. يعني هدول غالبا على نهاية الأسبوع بتحسنوا، يعني جبيرة بتنشال والورم بخف. يعني نسبة 100 حمل الورم بخف 4 أسابيع، يعني تقدر تشوف شكل كويس. أيوة، عشان لسه لأنه فيه بضل الورم. صحيح. أنت عندك أي سؤال؟ هلأ هون مثلا كشكل خارج، من جوا أكيد كل شيء راح يتزبط داخل الأنف. من برا أنا من برا مثل ما قالت الدكتورة عندي الانحراف، عندي من هون أنه كتير حسيته أنه فارد. أيوة كتير. بس أيوة. غالباً فارد على الجنب واحد. هاد كله هون رح يصير مثلاً بوينتي شوي رافع. الأرنبة ونازل خافة. الأرنبة رح تتصغر وتنرفع. والعظمة في هاي العظمة رح تهيك، بنسوي لها إشي اسمه راسب، أو إنه يعني بتنشال شوية. فهذا اللي بتحكي عنه إنه فارد، رح تشوفي إنه صار أحسن، خف كتير. آخر إشي بس بدي أحكي إنه أنا إذا أنفي تزبط فعلياً كل شيء بتزبط، لأنه ملامح وجهي كلها حسيتها بلنس متماثلين كتير. مرتبطة كتير مع أنفي. حاسة إذا أنفي زبط خلاص عيوني رح يتغير شكلهم، شفايفي وجهي كله عن جد، لأنه أنا بلاحظ على حالي أنفي بتحرك أحياناً مع شفايفي. يعني ما بعرف العضلة وفي عضلة أصلاً بتخلي الأنف يتحرك، هاي العضلة كمان بصراحة إحنا بنشيلها جوا. أنا كتير بنحرج أحياناً منها، لأنه بصير بتحرك أنفي معها. عشان تروح هاي المشكلة، لأنه هذا العضلة بتضلها تخلي أرنبة الأنف تنزل لتحت. ففي العملية بنشيلك إن شاء الله. أوكي. أوكي. تمام.
سلامتك. سلامتك. مرحبا أحلام. أهلا. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. إمتى سوينا لك العملية؟ قبل 3 شهور. طيب كيف كانت الفترة الماضية؟ كتير كويسة، ممتازة، يعني أحسن خيار عملته صراحة. هو كيف كان مخارج قبل العملية؟ كان معي أنا انحراف بالوتيرة كشكل ومن جوا أنفي يعني، فكتير تحسنت مشاكلي وكل شيء كنت أتضايق منه من شكلي من زمان. حتى كنت احكي لكم لا الكاميرا ما تكون هون وهون لانه متضايقه من منظري، بس هلا لا ما بيفرق معي، كل شيء تمام، صار نفسي صار تمام يعني بس تشويس. طيب ممتاز ممتاز. انا شايف اخذتك نتيجه كثير طبيعيه. في حدا بيعرف انه انت عملتي عمليه بالان؟ لا ابدا، انا اللي بقولها برضه. طيب.